إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الدورة الدموية في الورم السرطاني. قام علماء الكيمياء الهندسة بتطوير طريقة حديثة لدراسة الدورة الدموية في الورم السرطاني، وذلك بعمل تجويف صغير في أذن الأرنب المصابة بالسرطان. أيضا تم زراعة عدة خلايا سرطانية في ذلك التجويف، ثم قلق المنطقة بقطاء زجاجي شفاف، حيث يعني يمكن معرفة التطورات التي تحدث بوضع أذن الأرنب تحت الميكروسكوب. وقد يعني لوحظ أن الخلايا السرطانية تتكاثر وتكون يعني تكون شعيرات دموية تتصل بالدورة الدموية في أذن الأرنب، وتبين أن الدورة الدموية في الورم السرطاني يعني بطيئة عن المعدل الطبيعي، تختلف عن الدورة الدموية في الجسم بشكل عام الطبيعية. من ناحية الطبيعية احنا نتكلم من ناحية المرضية ومن ناحية الطبيعية، من الضروري استشارة الطبيب عند حدوث اي ورم غريب في الجسم، سواء يعني في مناطق القدد او مناطق الاعضاء او اي منطقة في الجسم او الجلد. الى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم بدرس قادم.